أعزائي مشاهدي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، أهلا بحضراتكم في كل مكان من مدينة الخرجة محافظة الوادي الجديد، ومتابعة حالة الطقس النهاردة السبت. عندنا رياح وعواصف شديدة جدا على طرق السريع، زي ما انتم شايفين في عرض الرؤية بنسبة كبيرة. احنا دلوقتي على طريق دائري المتجه الى طريق خرج اسيوط، نحاول نرصد طبعا المجمع الحكومي هنا العمل فيه 24 ساعة، و مفيش أي مشكلة بالنسبة للأجواء سواء كان في رياح أو عواصف. زي ما احنا شايفين ربنا يكون في عون العاملين في هذا المكان. الرياح متواجدة بشكل متقطع مع هبوب الرياح، طبعا بتبقى محملة بالأتربة والرمال. هنتحرك معاكم شوية على وصلة جانبية تم إنشائها لتيسير الوصول إلى المجمع الحكومي. عمل الطقس واتخاذ الاجراءات حال اتوقع الفترة زي ما انتم متابعين معانا الرياح بتشتد وبتهدأ. كانت منذ الصباح الباكر في اوج شدتها،